الله يمسيكم بالخير يا الربع. طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا شكله دكتور سرنجة وشلته القراميط النصابين في الفلبين شكلهم اتضايقوا من الفيديو مالي وطالعين يعووا مثل الكلاب في بث مباشر. المهم نرجع لموضوع حلقتنا ونبدأ حلقتنا من جديد وبشلون نبدأ مشروع من بيتك في الفلبين. شلون تبدأ مشروعك؟ أهم شيء إنك تبدأ مشروعك لازم يكون عندك في بعض الأمور الأساسية في بداية المشروع أو قبل ما تبدأ بالمشروع، إن يكون عندك مساحة كافية في بيتك لفتح المشروع، وكمان يكون بيتك موقع مميز، يكون في مدينة في أي أقليم من الأقاليم الموجودة في الفلبين، لأنه يحتاج أي مشروع لتجمع للناس، وكذلك بدك رأس مال بسيط ومعدات وطبعا المواد الأساسية لتشغل المشروع اللي أنت حاب تفتحه، وكذلك بدك لازم تدخل في الجروبات تعيد البرنجاي والبرنجيات اللي يمكم خاصة في الفيسبوك وتصوير لايف لمنتجاتك وتعمل دعاية، وهم كذلك تعمل خدمة التوصيل المجانا أو خدمة توصيل مقابل رسوم محددة 20 بيسو 25 بيسو أو 20 بيسو داخل البرنجاي. يعني هذه بعض الأفكار الأساسية لفتح مشروع في بيت الواحد. وبس أنا حبيت أقولكم إن كنتوا حابين تفتحوا مشروع في بيتكم لازم يكون بيتكم موجود في مدينة في إقليم، ما تفتح في برنجاي عدد سكانه قليل لأنه ما راح تستفيد شيء وراح تخسر على الفاضي. عشان كذي أوصيكم افتحوا بأماكن في زحمة في حركة، خاصة للي حاب يفتح مطعم أو ساري ساري أو يكون من قريب من مصانع المكان اللي فيه حركة. وبس حبيت أورجيكم جانب كيف تبدأ مشروعك في الفلبين. وحبايبي حبايبي